عايزاكي تكذبي كذبه تتمنى ان هي تتحقق. اكذب كذبه تتمنى ان هي تتحقق في بالي مثلا ولا اقولها لك؟ لا قوليها لي. اقولها لك؟ انا بسالك ليه؟ مش عارفه اقول لك ايه. يعني حاجه انت بتتمني هي تتحقق بس يعني ايه مش موجوده مثلا. انا نفسي اجيب ايفون ودي الهجبه الوحيده اللي انا نفسي كاتباها على الدنيا كلها. عماله اقول مقتنعه بالسامسونج، يعني انا مقتنعه بالسامسونج، انا نفسي اجيب ايفون. ليه اشمعنى الايفون يعني؟ يعني انا عاجبني مميزاته في كل حاجه يعني صراحه، يعني تصور وكل حاجه سامسونج من تصور. انت عايزاه تصور؟ اه تمام. عايزه مين يجيبه لك بقى؟ والله اي حد. اي حد كده كده خطيبي مش مقدر ان هو يجيب الايفون، بس ان اي حد يعني لو جبنا اي حد عادي. طب تقولي ايه لخطيبك بقى؟ هقول لخطيبي يعني انا بصراحه يعني ما لقيتش اجدع منه، وهو وفى ببعده معايا، انا واخده عن حب عامه يعني، وهو كويس معايا جدا 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 وبحبه، يعني انا بحبه فعلا يعني لله والوطن انا بحبه. ربنا يبارك لك فيه يا رب. يا رب ربنا يخليك.